فناخذ الان ال 9.7 نحسب لاندا. لو فرضنا اشتغلنا على 9.7 فراح نقول لاندا الان بدها تساوي، وخلينا افترض انه انترفال تارجت بيساوي 30، بصير عندي لاندا راح تساوي اي ار بيرسنت اللي طلعناها في يو على 300 وتساوي 9.7% مضروبه في الاوبزرف. راح اشتغل على الاوبزرف بوبيليشن ما فيش مشكله. هلا اذا بدك تشتغل على النومينال بتقدر تشتغل على النومينال 9.4 او بالعكس، انا اصلا لازم اشتغل هون على 9.5 لاني انا حسبتها عليها مظبوط. اذا هاي على 300 قديش تطلع لاندا باسنجرز بير سكند؟ 0.31 passengers per second. طيب بي يعني توقعي لبي بي انيشال اللي بدي اشتغل عليها، راح تكون 30 مضروبه في 0.31 اللي هي تقريبا 9 ركاب. 0.1 مضبوط. اوكي، وهدول هم الباسنجرز نشتغل عليهم الحجم اللي عندنا.